تحبوا تاكلوا وتشربوا يا اللي بدكم يا تفضلوا. كتير آسف، بعتذر إني عم حطك بهذا الموقف. إيه مالك شو عم بيصير؟ ما يا صديقتي بالشغل أنا وياها بس جايين نتغدى، أنا مستحيل إني خونك. عفواً بس يمكن شو عم تحكي أنت يعني يمكن حضرتك ما تحكي ولا حرف، بليز ما تحكي شيء نندم عليه بعدين. لا أنا ما عم بفهم شيء. أنا مستحيل إني خونك، بتعرفي قد إيه بحبك. مايا أنا كتير بعتذر، بعتذر إنه عم بيصير هذا الشيء بس صار وبس، يلا سلام. بس طلعيني لبرا ودلي. في مجال تهدي وتروقي شوي. انت مجنون انت؟ شو بدك مني؟ نحن ما بنقدم هيك خدمات عنا بالمطعم بعدين شو هذا عشو غرام وشو بيعرفني شو؟ انا بس كان بدي اياك تخلصيني من البنت اللي معي جوا، بعتذر على الطريقه. لك وحرام عليك، لك شوف البنت كيف زعلانه ومقهوره، وانا شو دخلني لحتى تستغلني